الحدث اللي بيشغل مصر خلال ال3 ايام اللي فاتوا، كان اخر يوم ليه النهارده، هو معرض ايدكس 2018، واللي مصر بصراحه نجحت في تنظيمه نجاحا مبهرا. الجمهور بدا يروح امبارح والنهارده، وهتلاحظوا حضراتكم على السوشيال ميديا كل الشباب بدا يروح المعرض ويشوف ويعطي انطباعاته على وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقه شيء مشرف جدا ومبهر جدا. وآخر يوم النهاردة شهد إقبال كتير من الجمهور الحاضر، وعقدت على جانبي المعرض عدد كبير جدا من الصفقات. اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي استقبل عدد من رؤساء الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية ومكونات السيارات، والقوات المسلحة وقعت عدد من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة في معرض إيدكس 2018. طبعا هذه الشركات أيضا بغض النظر عن الجانب المصري، هي من بعضها عملت صفقات، يعني الجانب الإيطالي الجانب الفرنسي، هتلاقي كل واحد من دول عمل الشغل بتاعه على جانب المؤتمر. وكمان الهيئة العربية للتصنيع وقعت عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم. الحقيقة أرجو أن حضراتكم تعرفوا الأجانب بيقولوا إيه على المعرض ده، وأرجو أن حضراتكم تعرفوا وسائل الإعلام الأجنبية بتقول إيه على المعرض ده بكل المعاني وبكل موضوعية، إشاعة غير عادية بهذا التنظيم. وزي ما قلت لحضراتكم، اللي راحوا النهاردة واللي راحوا امبارح فخورين جدا أن عندنا حدث بهذا الشكل. خلونا نشوف جزء من تصريحات اللواء العصار النهاردة أثناء اليوم الختامي لهذا الحدث الهام، ونرجع نعلق مع حضراتكم. الشباب اللي جه وكل اللي جم من الشعب المصري، سواء بقى طلبة جامعة أو طلبة مدارس أو طلبة كليات عسكرية أو عاملين في مختلف الجهات والوزارات والهيئات، كانوا فخورين جدا جدا أولا إن مصر تستطيع إنها تنظم حدث كبير زي ده. شافوا كم كبير جدا من الشركات العالمية اللي بتعرض، 367 شركة، شافوا وفود أجنبية كبيرة بتزور القاعات بتاعت المعرض، شافوا اهم حاجه منتجاتهم، منتجات بلدهم، منتجات مصر في الجناح المصري، وحسوا بالثقه ان عندهم قوات مسلحه قويه وعندهم انتاج حربي قوي. ويمكن المعروضات بتاعت الانتاج الحربي ما كانش عندنا فرصه ان احنا نعلنها لاهالينا ولشعبنا، لان يعني طبيعه شغلنا ما فيش اعلان. كمان احنا اشتركنا يعني بمعدات كل الجناح من مختلف الجهات بمعدات جديده، يعني احنا عارضين عربيات مدرعه جديده على اعلى مستوى عالمي، واقدر اقول انها تناظر اعلى مستوى من العربات في العالم، وباسعار طبعا مختلفه عن الاسعار العالميه وبكفاءه عاليه جدا جدا. في اجنحه احنا برضو عارضين رشاش جديد، رشاش متعدد 7.62 في 51، اول مره ينتج في مصر وله مواصفات عالميه، ولسه انتهينا منه توا يعني في خلال الايام اللي فاتت. ده على مستوى وزاره الانتاج الحربي. ايضا في إدارة البحوث أو في معرض البحوث كان في معروض معدات عدة، منها الرادار المصري اللي كان نتيجة عمل باحثين من القوات المسلحة في الكلية الفنية العسكرية وفي مراكز البحوث الفنية مع مصنع بنها التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وتنفذ هناك في المصنع. طبعا ده جهاز رادار مصري 100%. عارضين كباري بنعملها في مصانعنا بنسبة 100%، كباري للاقتحام السريع وكباري مواصلات للاستخدام العسكري. إمكانيات احنا بننتج في وزارة الإنتاج الحربي كل ما تحتاجه القوات المسلحة من أسلحة، بدءا من المسدس الصغير لغاية البنادق والرشاشات والمدافع والهوتزرات بكل أنواع ذخائرها. بننتج كل دبابات اللي تحتاجها القوات المسلحة، بننتج عربيات مدرعة، بننتج رادارات لكل القوات المسلحة، أجهزة اتصال لاسلكي، بننتج كل احتياجات القوات المسلحة. الانتاج الحربي كبير. أيضا مش بتكلم عن الانتاج الحربي بس، احنا عندنا الهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، لهم انتاج عديد ومتنوع وعارضين حاجات جديدة و بمستوى راقي وعالي جدا. انا عملت تقريبا 25 اجتماع
4 مع وزراء دفاع و2 رؤساء أركان و4 مع رؤساء تصنيع و11 شركة ومع مسؤولين آخرين ممثلين لدول. الاجتماعات دي بتثمر عن اتفاقيات وبتثمر عن تفاهمات هتيجي بعد كده هتؤدي إلى تصنيع مشترك، هتؤدي إلى بيع منتجاتنا، هتؤدي إلى تعاون مشترك. كل ده يعني عدد الاجتماعات اللي تم في خلال 3 أيام احنا بنعمله في مصر في شهرين عشان نعمل هذا. فطبعا بنستفيد، وعلى خلفية معرض هم جايين وشايفين احنا شكلنا ايه، احنا بقوتنا، بيكلمونا بقيمتنا وبقوتنا.